يس 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 بالله بالله. هلو it's me Mello Mario. السلام عليكم, اتسميم المانو. اليوم في الجزء رقم 2 للعبة ماريو كارت دبل داش. نهار اللي فات يا جماعة لعبنا مشروم كاب وكنا نوبس 150 صعب عليا. مش نلعب 150 بالحق صعب عليا, الناس كل يضربوني اللي هذا عمل سبيشل متاعو. باش نعملو بيبي ماريو بيبي لويجي مريبي باه سبيد ويت السبيد متاعهم طبعا مش يكون قوي. دونك شنو نعمل هذيا؟ نحيو الاكسلريشن, نحبش الاكسلريشن قوي, نقلها للسبيد. نعمل فلاور كاب مريض فلاور كاب مشروم بيج او واحد هي مشروم بيج. وظهرني بعد ماريو سيركت ديزي فما ديزي كروزر بعد وليجي ستاديوم. بالطبع هذه ما تخدمش او ماي ولويجي على الاقل. دوم ديما حديد ميها عندي فرصه نجي ملولين ان شاء الله ان شاء الله. ما ناخذ ايتمز ما ناخذ ايتم. شو كي الدوره والله اسوء دوره. شو كيفاش يدور ضحكوا موني ساعة. مختلف كثير عن ماريو كارت وي وماريو كارت 8. كما ادراك عن شو اسمه ماريو كارت 64. بيمي ماريو هنا الثاني زح ثاني. يعني يكون صعب 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 يخلوني الاخراني او اكون يكون سهل وفي صنع الحق اليوم. شو كيف الحق اليوم؟ شو كيف الحق اليوم؟ فهمت انا وقت يكون 150 شخص دو بيها يمشوا بالسياسه يمشوا بسرعه. اي هذا ربطي هيك ايتم اخر. كم جوش نشوفوا رايا كم نشوفوا رايا والله ما نشوفوا نشوف رايا عشان ضربت الكهرباء. وات شبيع سهلة اخي عملت 150 من غير ما اقصد 50 كأنها 50 هذي تجيني مانيش حتندو. اوكي الربح هو الربح. يعني هذي افكار جيدة لكم كنترولز نيه ممكن في المستقبل مش يعني ما عرفش قاعد نقول والله. زيد حد الان داش كيفاش 100 سهله 150 صعبه جدا. شو قاعد تشبط علي ماريو؟ شو الخريطه على اليمين قاعد تشبط علي؟ هذا اصبح ممل. يعني سباق كامل نحكي على اللعبه كيفاش مازال داهش. هذا ما 10 نقاط نمشيو تويكا السباق الثاني نيكست كورس ماريو سيركت. ايه هذي ظهلي جات في ماريو كارت وي حتى الان ما عارفش نعمل البداية. اوه سبيشل متاع الكلب سبيشل متاع الكلب. يجي 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 حبوا الكلب ارمح له يقعد ياكلهم ويقدم لي كيما ستار ما خير. هذي ستار اما مش باحتراف بقرر تضرب فيهم والله. افضل سبيشل ايتم بحط البيرانا بلاند اضربها هوني. فما توتاكا السونغ زعما ظهر لي فما توتاكا السونغ في مكاننا. نعمل شقاء نضربوه مش باش نقفزو بالطبع. شو بيبي مارو كيفاش يعمل السنة لحظة برك نجي عادي. ويجا تكا تا 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 تكا تا 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 ويجا شيك ذات اس. اما لي 30 هكا برك ترى زوج مطيشة من قدام تجي عليه اي قدامه والله شد عليه سنايبر. صار بليتو شي لم بليتوش
سيب ليك نتاع المشروم. شرق تروحي بالكوبا و كلهم الزوز. خلينا نحط كعبة البنان الكبيرة متاع نوكي كونغ. حب خذ كل ضربة أخرى. شكون مع ماريو؟ حب نشوف شكون معه. لوجي الصغار يغربوا الكبار كيما في بعد عليها. شبيه مشيت فيه هكي الصغار يغربوا الكبار. والله نستاهل. حبيت نضربهم انا ضربت روحي. لا 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 ناخذ حتى ايتم. جوز مشرومز يس. بليز مفوتونيش نولي مرة أخرى. وزاد مش باش نشوفه بالتاني. ملقيتش الزر اللي يخليني نشوف شفما ورايا. هيك الزر مهم جدا في عرب الكارت. السباق اللي بعد دايزي I'm Daisy. هاي I'm Daisy. في سماش إذا مرجوت برشا ناس هكا. الحمد لله يمشي عادي. هوني فما كان مسبح في وسط سفينة متاع رحلات متاع مصيف. على يسار هذي. شكرا ياكا. اوبس تحت كيف تطيح تضيع الوقت. اما الله نخلق على الاقل نخلص ايتمز. اهلا قول تعديني حد سنين كيف تضربها ويرجع على شكون تضرب المفروض. طيش ضربت بدل ما عملوا اياه. يعني ضربت شكون لكم زوز وحيد. عندك باوزر وماريو. اكس تدويره بعد عليها. بعد عليها باوزر. خلي لي بويا وامي. بويا وامي. لويجي ماما لويجي ماريو ماما لويجي. نعطوش مراني. ايش عايشك باوزر. عايشك مرة اخرى. فوضى نطيح فيها انا. اوكي تحفي هو ميدي عكا كل هيك. قلنا باوزر ضربني وبعديك الماريو عمل سبيشل متاعها. يعني هم اللولين يجيهم سبيشل. انت الاول يجيك سبيشل. ممكن سبيشل كل واحد وكيفاش. فهم سبيشل زي متاع اللولين كيما دونكي كونغ. ضي سبيشل متاعه يجي في اللولين. بينما انا بيبي ماريو سبيشل متاعه يجي في الاخير. عمل داش يمشي عليها. هيك ايتم لمين خمسة جي ثاني. لا بليز ماريو. طب يا نطلع البنانة. اكم نظل وصلنا مع الدورة. لا 30 اصلا. وات فضيحة. الكل خطر اللعبة خطرني قد نقض اللعبة. قلت شبيها سهلة اخي اللعبة عقبتني. المهم احنا لولي وش تلحقوا عليا. خاطر ديما يجيو الثانيين. لازم نغلب ماريو. مهما كلف الثمن باش نجي الاولين. ولويجي ستاديو هذي حس فهم برشا وحيد تاع جيم كيوب شفتهم. خاطر لعبت ماريو كارت وي. لازم نعطيه طاقة خاطر هما والله متعود بي. باش الكومنتس تكون اقتلهم الكل. اي مش مشو. واحد زين وني من الحاجة باهي زاد يجب نشوف الايتمز في يدهم. نعرف شو من الايتم اللي عندهم. بيرانا بلانتس. شعر جدني ازيك.
جيت فيهم لا جيت فيهم لازم نغلب ماريو لويجي باش كي يجي باش تجي عليا ما جاتش عليا ما يصير دورات حادة لازم نحضر عند القفص شو قدش بعيد عليا ماريو تضرب 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 نبدي نوال ما نجمع ولا حكاية ماي مين هربين مين يزي مشيلز الاخضر ايوه لكم زوز ايتمز لكم زوز ايتمز زوز ايتمز اوكي تضرب واي حكومة اخر دورة اخر فرصة اخر فرصة باش نغلبهم اخر فرصة باش نغلبهم حكومة لا يس 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 بالله بالله في اخر لحظة اوه يس اش معي نمشي نشوفو رحنا لبلين اوه صوتي صوتي حاح اول سيرموني جينا لبلين يس سكيب وكي جولدن شو محلا شو عجبكم مجموعة الفيديو لايك كومنت سبسكرايب اتس مي مانو ماريو في امان الله لا اصلا الجولد والويجي ريسر شو محلا نجم نعمل كلنا نجيبو جولدن اون لوكي وحوايج جيد اتس مي مانو ماريو في امان الله بالحق